إلى أي مصير تعس آخر سوف أنحدر هنا. أنت ضربت مدفع زي ما شايف إبراهيم قال؟ الشغل. أنت كده بتكبر مشاكل مش بتحل مشاكل. خلاص تعالي أنت حليها بقى واشتغلي مأمور بدالي. ما أنت سبب اللي إحنا فيه ده كله. أهل الوحى مصدقين إنك أنت اللي أطلقت الغولة. وإنك سبب اللعنة اللي حلت عليهم. ليه؟ أنا اللي خليتها تيجي لحد هنا؟ ولا أنا رفعت عليها مسدس؟ وقلت لأهل البلد كلهم إن هما ينتموا منها. أو يعجبوها على حاجة ولا هم عارفين ليه ولا أنا؟ ومين اللي فتح لها واستقبلها في البيت؟ كانت عاوز المساعدة. ومين اللي راح مجلس الأجواد؟ ومين اللي مش عايز يحترم عاداتهم وتقاليدهم؟ مش أنتِ؟ أنتِ سبب كل المشاكل اللي إحنا فيها. لا محمود، أنت سبب في كل اللي أنا فيه. أنا أنتِ هتفضلي في البيت هنا مش هتعتبي براه، والحراسة هتزيد، ما تقدريش تفتحي حتى الباب. أنا موت أحسن من اللي بيحصل لي ده. خلاص موتي، عايزة تموتي موتي، بس بعيد عني، مش تحت مسؤوليتي.